بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذو الجود والكرم، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سعادة محافظ محافظة صامتة، سعادة مدير شرطة صامتة، سعادة مدير مرور صامتة، سعادة مدير الأوقاف وشؤون المساجد بصامتة، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، المشايخ والأعيان، الإخوة الحضور، أيها الحفل الكريم، أهلاً وسهلاً بكل من شرفنا في حفل احتفائنا بسعادة رئيس بلدية الطوال المهندس عبد الوهاب بن محمد بن سراج المباركي. كما يسعدنا أن نكرم في حفلنا هذا الإخوة الزملاء المتقاعدين في بلدية صامتة، وكذلك الإخوة المشاركين في إنجاح الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام. أيها الأحبة، على شرف سعادة محافظ محافظة صامتة الأستاذ أحمد بن عبد الله زعلة، نرحب بكم جميعاً في حفل تكريم المهندس الأخ عبد الوهاب بن محمد بن سراج بمناسبة تكليفه رئيساً لبلدية الطوال. أيها الحضور الكريم، تلألأ وابتهج بكم يومنا هذا وازدان بأنواركم حفلنا، فنحن اليوم سعداء بهذا اللقاء لأنكم نجوم أضاءت لنا السماء، فنحن نسير لأنكم سائرون. أهلاً وسهلاً بالضيوف الكرام في يوم من أيام الوفاء والعرفان والحب والإخلاص والتقدير والعطاء. أيها الحفل الكريم، خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الأخ منيب إبراهيم عسكر، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأل الله العلي القدير أن تكون في ميزان حسناته. نرحب بضيوفنا الكرام تكراراً وتكراراً لأنهم شعل من الأنوار، بقدومهم أشرقت علينا شمس النهار ندية. منا أجمل باقات الأزهار عبقة فواحة، وننثر بين أيديهم الوردة متأرجا في أكمامه. أيها الحفل الكريم، لنستمع الآن إلى كلمة سعادة رئيس بلدية محافظة صامتة الأخ المهندس هادي بن علي الدغريري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، سعادة محافظ صامتة الأستاذ أحمد بن عبد الله زعلة،
سعادة رئيس بلدية الطوال المهندس عبد الوهاب بن محمد مباركي، أصحاب الفضيلة والسعادة والحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرحب بكم جميعاً في هذا الحفل الكريم، ونحن نجتمع بروح الوفاء والعرفان لمن خلقوا الفارق الأصعب في معادلة النجاح، وصنعوا الجمال حيثما كانوا، وحققوا تطلعات القيادة الرشيدة في كل شان سخرتهم فيه من خلال أعمالهم لخدمة الوطن والمواطن، وجعلت منهم النموذج الذي يعكس رؤية الوطن في كل قطر من أقطار هذا الوطن. ها نحن اليوم نسطر باجتماعنا هذا كل أبجديات الشكر والامتنان لأخي وزميلي المهندس عبد الوهاب محمد باركي، الذي سخر نفسه من خلال عمله الدؤوب والمخلص ببلدية صامتة، وتميز طيلة فترة عمله معنا بكل ما يميز القيادي الناجح حتى نال ثقة ولاة الأمر وسعادة أمير منطقة جازان، واختير رئيساً لبلدية الطوال، في تأكيد على حرصه الشديد على توظيف الإمكانيات والطاقات المميزة والفاعلة بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين على الوجه المطلوب. فشكراً له على كل ما قدم ويقدم لخدمة المنطقة وإنسانها في كل مكان وزمان، ثم أمنيات صادقة بأن يوفقه الله ويسدد في عمله رئيساً لبلدية الطوال، محققاً فيها كل ما يرضي الله، ثم القيادة الرشيدة. كما يطيب لنا خلال هذه الأمسية أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان لمن بذلوا أنفسهم لخدمة محافظة صامتة من خلال عملهم في البلدية، مترجمين بذلك أصدق معاني البذل والعطاء من الموظفين لخدمة المواطن في شتى المجالات، حتى حان القرار الحتمي في أي مسيرة عمل وهو التقاعد. فلا يسعنا إلا أن نشكرهم عظيم الشكر وأصدقه على ما قدموه من جهود مخلصة، وليس تكريماً لهم في أمسينا الوفاء، هذه سوى قليل مما كثير يستحقونه، وإلا فهم منابر من نور سعوا في خدمة المواطنين حتى آخر رمق في حياتهم العملية. ثم شكراً لشركاء النجاح وعنوان التميز الحقيقي الذين شاركوا وساهموا في معنا في فعاليات اليوم الوطني 88 لهذا العام، استطعنا بتضافر الجهود معهم أن نتصدر احتفاليات المنطقة بأكملها، وذلك لتحقق النوعية والجودة والتنظيم في المشاركات المقدمة في تلك الأمسية الوطنية الرائعة، والتي اجتمع فيها مطلق الولاء والفخر والاعتزاز مع التميز والتنوع والجمال والدقة في التنظيم. أخيراً شكراً للجميع ممن سخروا أنفسهم لخدمة محافظة صامتة ولخدمة هذا الوطن في شتى المجالات ومختلف الفعاليات والمناسبات وعلى كافة الأصعدة إعلامية وخدمية واجتماعية وثقافية، وما تظاهرة الوفاء هذا اليوم سوى دليل صادق على عظيم امتنان وعرفان لهم جميعاً لما يقدمون رفعة شأن المحافظة. فتقبلوا منا ذلك مع وافر التقدير، واعذرونا على ثمة تقصير بدأ منا دون قصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا سراج، اليوم نشهد للوفاء دليلا، عرفوه شهما صادقا ونبيلا، في هذه الأرجاء عاش طفولة وبها تألق صارما مصقولا، وبها تسامى فوق صهوة علمه كالسابقين الماجدين أصولا، فأبوه من نسج الضياء معلما، ومشى على قمم الفخار جليلا. فهو السراج الفذ نبراس التقى، ومعلم الأجيال جيلا جيلا، صار المهندس مكتف منهاجه رجلا، فأضحى
للسنة إكليلا. صاغ المشاريع العظيمة ناجحا، له من عميق يقينه قنديلا، جعل الخيال على الحقيقة ماثلا بمعالم هي للجمال دليلا. خدم المحافظة الجميلة من ثنى يوما، ولا منع العطاء فتيلا. جمع حجج بصامتة الوفاء قضيتها متفانيا، لم ترتجد تبجيلا، أمضيت عمرك صابرا ومثابرا متواضعا، أنت النسيم عليلا. أأبى السراج لا تلمني إن كبى، أأبى سراج لا تلمني إن كبى، حرف الحرون وما شفيت غليلا. يا صاحب الخلق النبيل، ترفقا بقليب خل قد هواك خليلا، واصعد إلينا كي تعطر حفلنا بعبير حرف من رؤاك جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. سعادة محافظ صامتة الأستاذ أحمد بن عبد الله زعلة، سعادة رئيس بلدية محافظة صامتة الأستاذ المهندس هادي بن علي دغريري، أصحاب السعادة والفضيلة والمشايخ والزملاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد من الزمان تشرفت فيه بخدمة محافظة صامتة وقراها، عقد من الزمان قضيته هنا في صامتة الأم، المدرسة التي أنجبت العديد من القادة ورؤساء البلديات ممن يحق لنا أن نفخر بهم. عقد من الزمان تعلمت فيه الكثير، فشكراً لكل من أهداني معلومة أو قدم لي نصيحة. عقد من الزمان قضيته بين الرجال وتشرفت بالعمل فيه معهم، زملاء عملت معهم في جو من الإخاء والمحبة، فشكراً لكم على كل شيء. كم يعز علينا فراقكم، ولكن هذه سنة الحياة. سعادة المحافظ أشكركم على تشريفكم، سعادة رئيس البلدية، زملاء الكرام أشكركم جميعاً على هذا التكريم، أسأل الله لي ولكم التوفيق في قادم الأيام، شكراً لكم. وختاماً أيها الأحبة، نصل إلى تكريم المحتفى به وتكريم الجميع بإذن الله. فضلاً وتكرماً من سعادة المحافظ وسعادة رئيس البلدية صامتة الصعود إلى المنصة. المهندس المحتفى به عبد الوهاب محمد سراج مبارك. هدية مقدمة من بلدية صامتة مع دل. تكريم أخوة المحتفى به، هدية مقدمة من إخوة المحتفى به. طيب. تكريم الجهات الحكومية المشاركة.
قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، مرور محافظة صامتة، درور مركز الدفاع البدني بصامتة، مركز الشرطة بمحافظة صامتة، إدارة مكافحة المخدرات بأحد المسارح، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نادي القراءة بجامعة جازان، مكتب التربية والتعليم بصامتة، مستشفى صامتة العام، كلية التربية للبنات بصامتة، الجهات والمؤسسات الخاصة المشاركة، شركة الكهرباء بمحافظة صامتة، مركز حياة أسناني بصامتة، جمعية الإحسان الطبية، لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامتة، نادي الحزم تومستار، الجمعية السعودية للتربية الخاصة جستا، لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم، مطبخ القروي، مستشفى الحياة الوطني بجازان، شركة أحمد حسين مساوى التجارية، زهور الربيع، جمعية واعي، مكتب رابطة فرق الأحياء بالحد الجنوبي، شركة الفهاد، مؤسسة خالد الحسين، مؤسسة أمسى للمقاولات، مؤسسة أحمد يحيى الطالبي، مؤسسة عيسى بن موسى السهلي، أعضاء المجلس البلدي وينوب عنهم الأستاذ الحسين علي بن علي بن الحسين بن علي المدخلي، أسباب المشاركين من الجانب النسائي بفعاليات اليوم الوطني 88 بمحافظة صامتة، دكتورة عائشة بنت علي عريشي الكلية بصامتة، دروع زايد هدايا مقدمة من البلدية، دكتورة عائشة بنت شاكر زكري درع زايد هدية مقدمة، مهندسة سلمى بنت محمد الحازمي مشاركة بشكل شخصي درع مقدم مع هدية مقدمة، فازعة بنت حسن الصامتي مشاركة بشكل شخصي، لجنة مشاركة بشكل شخصي، نعم درع زايد هدية، نسيبة بنت هادي مدخلي مشاركة بشكل شخصي درع زايد هدية مقدمة، نورة بنت علي آل بشير لجنة التنمية الاجتماعية درع زايد هدية مقدمة من البلدية، الدكتورة أميمة بنت منور البدري أو البدري صالون البدرية درع زايد مقدمة هدية، صباح محمد أبو طالب نادي القراءة بجامعة جازان درع زايد هدية مقدمة من بلدية صامتة، ريما موسى القاضي معهد إبداع للتدريب درع زايد هدية مقدمة من بلدية محافظة صامتة، المشاركين مع بلدية صامتة من أعضاء المركز الإعلامي ينوب عنهم الأستاذ أحمد عبد الله بن أحمد الجبيري رئيس المركز الإعلامي بصامتة، الفنانين التشكيليين المشاركين عبد الله بن حمود مكرمي رسام درع مقدم من بلدية صامتة، الموظفين المشاركين في فعاليات احتفال اليوم الوطني من بلدية صامتة الأستاذ يحيى جابر مشهور بلدية محافظة صامتة درع زائد هدية مقدمة من البلدية،
المهندس موسى بن حسين كحل بلدية محافظة صامتة درع زائد هدية مقدمة من بلدية محافظة صامتة. الأستاذة سهى علي دغريري بلدية محافظة صامتة درع زائد هدية مقدمة من بلدية المحافظة. تلقى حد؟ بيان بالهدايا المقدمة للمهندس عبد الوهاب مباركي شاشة 75 بوصة من الشؤون الفنية والأراضي ببلدية محافظة صامتة، عطر زائد شنطة عطور زائد ساعة من الشؤون الفنية، قطعة أرض بصكها من أبناء الوالد محمد سراج مباركي، درع مقدم من هلال حلوي، درع مقدم من مجموعة السراج، شاشة 65 بوصة مقدمة من المهندس أحمد يحيى الطالبي، ساعة مقدمة من إبراهيم الطالبي، درع مقدم من مكتب خدمات سامي أبو ذياب، مجموعة عطور العربية للعود مقدمة من رئيس بلدية الحكو أحمد أبو راجع، سيف وعطر مقدم من المهندس حسن صفر الدغريري، درع مقدم من شركة الفهاد، درع مقدم من الشيخ محمد يحيى دوم مدخلي، عطر مقدم من المهندس عبد الله سهلي، مجموعة عطور العربية للعود مقدمة من الأستاذ صفر الشهراني، ساعة مقدمة من الأخ محمد الأمير، هدية مجموعة زائد سيف مقدمة من الشيخ أحمد بن حسين مساوى. هدية مقدمة من أبناء محمد سراج لأخيهم المهندس عبد الوهاب، قطعة أرض بصكها. الأستاذ علي سهل مقدم الحفل. موسى تكلم علي سهل، تكلم يا محمد، قول تكلم علي سهل. تكريم مقدم الحفل الأستاذ علي محمد سهل. هدية مقدمة من البلدية لصاحب قصر البيلسان فليتفضل مشكور. Thank you.
والآن هدية مقدمة من بلدية صامطة لسعادة محافظ محافظة صامطة. هدية مقدمة لسعادة رئيس بلدية صامطة مقدمة من أعضاء وموظفي بلدية محافظة صامطة. هدية مقدمة من بلدية محافظة صامطة لسعادة قائد حرس الحدود بالمنطقة. فليتفضل مشكورا. ساعة مقدمة من الأستاذ إبراهيم طالبي للمهندس عبد الوهاب. هدية مقدمة من الأخ موسى علوش وجمال علوش لسعادة المهندس عبد الوهاب. ما فرقناش. باقي تكريم حرس الحدود. حرس الحدود خلاص. الآن نتجه الآن ندعوكم لصالة الطعام فلتتفضلوا مشكورين.